انه الايام اللي فاتت بعض الناس كانت بتسال على صيام يوم عرفه، خصوصا في ضوء انه بيصادف يوم جمعه. فالبعض كان بيسال هل ينفع نصومه منفردا ولا نصوم يوم قبله او يوم بعده. دار الافتاء الحقيقه اصدرت البيان بتوضح فيه هذا الامر، لكن برضو بدل ما احكيه لحضراتكم خلونا نلجا الى المتخصصين في هذا الشان. سعدنا ان ينضم الينا عبر الهاتف دكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. دكتور خالد مساء الخير وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. مساء النور يا فندم، كل سنه وحضرتك ومشاهديك ومصر كلها والعالم كله بكل خير وصحه وعافيه، وربنا يتقبل من حجاج بيته الحرام ويتقبل منا جميعا عبادتنا في هذه الأيام المباركة. آمين آمين. يعني عايزين نستفيد من خبرة حضرتك ومعلومات لدى حضراتكم. سؤال كان البعض بيطرحه الأيام اللي فاتت بخصوص الصيام غدا يوم عرفة اللي هو بيوافق يوم جمعة، هل يجوز صيام أو صوم يوم عرفة يوم الجمعة منفردا؟ نعم، صيام يوم عرفة مستحب، وفي حالة اللي احنا فيها دي وهو بيوافق يوم جمعة فهو مستحب أيضا، ويترتب عليه نفس الثواب الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم بأنه يكفر ذنوب سنتين، وخصوصا وأن قضية إفراد يوم الجمعة في الصيام دي إنما تبقى مكروهة لمن ليست له عادة في الصيام زي الحاصل لمن يصوم يوم عرفة وهذا، ففي ده سبب بيخلي مفيش كراهة ولا حاجة في إفراد هذا اليوم. يعني يوم الجمعة لما بيوافق إنه بيكون يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو لو شخص معتاد إنه بيصوم يوم ويوم وجي يوم منهم يوم جمعة، فيعني مستحب عادي جدا يقدر يصوم اليوم ده منفرد. يقدر يصوم بلا كراهة. رائع. طيب وما ثواب صيام هذا اليوم؟ صيام يوم عرفة بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يعادل صيام سنتين. سنة ماضية وسنة لاحقة، أي عادل صيامهم في الثواب، وهو أفضل أيام الصيام بعد أيام رمضان. طبعا رمضان ده اللي هو الفريضة، أو يوم شهر رمضان صيام فريضة، وهذا أفضل أيام الصيام بعد أيام رمضان. نعم، هل بيتضاعف الأجر بخصوص يعني أنه يوم عرفة موافق يوم جمعة، هل بيتضاعف الأجر في هذا اليوم؟ في الأعمال الصالحة، وفي اللي احنا في صدد أكثر من موجب لقبول الأعمال، لقبول الدعاء مثلا، لأن ده يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه ساعة الإجابة، ويوم عرفة هو أفضل الدعاء فيه، في وأفضل دعاء عرفة، وأيضا فيه ساعة الإجابة، وتجلى الله سبحانه وتعالى على عباده بالمغفرة والرحمة، وينفتح فيه من خزائن الرحمة والمغفرة ما لا ينفتح في سواه، وهكذا، وهو في الأشهر الحرم، وهكذا فيه أسباب كثيرة في تجعل اليوم القادم يوم الجمعة، يوم عرفة، يوم هذا اليوم يوم شديد البركة وشديد النفحات للمتعرضين لنفحات الله تعالى. فيما قرأت أيضا دكتور خالد لو تسمح لي، أنه صيام هذا اليوم غير أنه يعني بيكفر ذنوب سنة مضت وسنة قادمة، انه بيكون سبب ايضا في العتق من النار والمباعده من النار لمده 70 خريف. على العموم الصيام وعلى العموم فعل الخير فيها بتكون سبب في المباعده في عن النار، وان الله سبحانه وتعالى يحكم بين الانسان وبين العذاب او مساوئ الاعمال، المساوئ التي قد يقابلها أو كذا. نعم بارك الله فيك، بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. إذا يمكن صيام يوم عرفة منفردا بما أنه موافق يوم جمعة، ولما يوم الجمعة ده وافق أيضا يوم عاشوراء مفيش مشكلة. حد بيعتاد متعود أنه هو بيصوم يوم ويوم منهم يوم صادف أنه يوم جمعة برضو مفيش مشكلة، ويعني لكم الأجر والثواب. يعني أعتقد يوم زي ده محدش ممكن يفكر مرتين إلا أنه يصوم، يكفي بس أنه بتمحى السيئات والذنوب سنة راحت والسنة اللي جاية. يعني ربنا يكرم حضراتكم جميعا ويقدركم على صيامه.